مهم انت عارف، وبزاف ديال الناس عارفين باللي في هذا الوقت هادي الاكثريه ولا عنده لي ماشين ديال النسبريسون ديال القهوه في الدار، بار الدار في البيرو ديالو ولا بزاف ديال البلايص. وبالعلم ان لي كابسول ديال هاد لي ماشين كيكونوا غاليين شويه. كاين واحد لادي سامبل ما كتعداش الكابيتال ديال هاد لادي هادي تقريبا 1000 درهم، اللي هو غادي تصاوب هاد لي كابسول وكيخليولك تقريبا في النهار حتى 1000 درهم الا عرفتي من تسوق، من 1000 درهم حتى 1500 درهم في النهار الا جمعتي كل يعني من لا قهاوي لا ناس على حساب كيفاش انت غادي دير هادشي. كتحتاج فيها في البداية واحد الماشين صغيرة مانيوال تقريبا كدير شي 500 درهم في علي اكسبريس، الا كان مانيوال تقريبا كدير شي 500 درهم في علي اكسبريس، الا كانت هنا في المغرب كتباع ما عرفتش. كتحتاج معاها تقريبا في البداية الا بغيتي تاخد 200 ديال لي كابسول خاوين لي كولور لي بغيتي على حساب الكاليتي اللي غدير في القهوة، نتايا غتلقى تقريبا بشي 200 درهم في السوق. وغادي تقلب معاها واحد الكيلو تقريبا باش تبدا بيهم باش تجرب كاليتي زوينة غتلقاها بواحد 120.